صدفية من الأمراض وراثية. بيسموها الأمراض المناعية. نسب الوراثة فيها موجودة. لو الأب عنده صدفية نسب وراثة الأطفال حوالي 15%. لو الأب والأم عندهم صدفية نسب الوراثة في الصدفية بتعدي 40%. فكرة الصدفية إن إحنا عندنا الطبقة السطحية من الجلد عبارة عن خلايا مرصوصة جنب بعضها بتتجدد كل 28 يوم. من المسؤول إن هو يجددها حاجة اسمها البيزل سيل أو مخزن الخلايا. كل 28 يوم المخزن بيطلع خلايا. الناس اللي عندهم صدفية عندهم خلل مناعي، جهاز المناعة بيروح يهاجم مخزن الخلايا بيستفزه يخليه يطلع خلايا كل يومين، بدل ما يطلع كل 28 بيطلع كل يومين. بيروحوا فين؟ يترصوا فوق بعض على الجلد، يعملوا طبقات القشرة اللي بنشوفها، ممكن نلاقيها في أي مكان في الجسم، أشعر أماكن الكوع، الركبة، ممكن فروة الراس. تترص القشرة فوق بعضيها، الجسم بيجيب لها دم زيادة فتلاقي المنطقة يعني لونها محمر أكتر بشوية. علاجات الصدفية كتير، وأنا دايما شخصيا بقول مريض الصدفية مريض محظوظ، لأن سنويا بيطلع لهم علاجات بيحصل له حاجات جديدة. حاجات جديدة يعني أصبح بس دلوقتي البيولوجي هو أحدث علاج ليهم. أحدث علاج وهو الأكفأ، وبدأنا نبدأ فيه من بدري كمان، ما بدأناش نستنى نبدأ بمثبطات المناعة العادية. بقى ممكن بس ليها ارتباط بسن معين يا دكتور؟ يعني احنا عشان ساعات الصدفية دي ملهاش علاقة برضو بالسن، ده حقيقي تيجي من سن صغير للسن الكبير. مظبوط. يعني تيجي ساعات للأطفال. بدأ العلاج البيولوجي دلوقتي ينزل لحد سن 4 سنين و6 سنين، تم إقراره قريبا جدا السن الصغير. بتبقى حقنة بتتاخد مرة كل 3 شهور أو حقنة كل شهرين على حسب النوع اللي بتاخد، بياخد له 5 أو 6 حقن، بيقعد ناس الصدفية لسنوات طويلة. هي عيب بس البيولوجي إن هو غالي شوية. طبعا ده بالنسبه اللي هي القشور اللي بتبقى على شكل صدف. في بعض الناس بيبقى عندهم الغدد الدهنيه نشيطه بتنتج دهون كتير او زيت كتير، الزيت ده يجي على فروه الراس يعمل فيه اكلان شويه نهرش، الزيت ده ينشف يوم يعمل لي القشره اللي بنشوفها على فروه الايه؟ على فروه الراس. بس دي بصراحه بتزيد اكتر في الشتاء شويه، لان طول ما احنا في الصيف الشمس مسيحه الزيت ده، فمش ايه؟ مش راضيه تعمل قشور او تجف يعني، ما بيبقاش في فرصه انها تجف. بالظبط، بيبقى حلها ان هو يستعمل شامبوات مضاده للقشره. بعض الناس بنديهم دواء عن طريق الفم بيقلل افراز الغدد الدهنيه دي.